بمناسبه فصل الصيف، فشركه الدار البيضاء للبيئه نظمت واحد الحمله واسعه النطاق على جميع شواطئ مدينه الدار البيضاء للحد من انتشار محاربه الحشرات وكذلك القوارض ونواقل الامراض. بهذه المناسبه يعني شركه الدار البيضاء وفرت واحد المجموعه من الوسائل اللوجستيكيه والتقنيه والمعدات التقنيه، من بينها الروبو اللي يعني تساعد تدخل في المساحات الشاسعه وكذلك الاماكن اللي هي صعيبه. فكاين كذلك واحد الدراجه لرباعيه الدفع اللي كتسهل لنا العمل كذلك في الشواطئ خاصه في الرمال. بالنسبه لشركه الدار البيضاء للبيئه وفرت كذلك مبيدات اللي هي كتستجب للشروط يعني شروط يعني المعايير الدوليه للحفاظ على البيئه وكذلك الحفاظ على العمل اللي كيقوموا بها يعني العمال ديالنا. هاد العمل يعني كتقوم بصفه عامه للحفاظ على سلامه وصحه المصطافين. وهذا العمل اللي كنقوموا به يعني هو راه على صعيد يعني خلال طول السنه، الا ان ما كنعرفوا مع انتشار درجه الحراره يعني كنكتفوا الجهود ديالنا يعني العمل كيكون متواصل خلال يعني طول السنه باش الحد من ظاهره انتشار الحشرات والقوارض.